ثبات لا حركة لا حركة طرزان إنها المامبا السوداء كنت أرسمها هناك أشياء أهم من التأرجح على الأشجار وإنقاذ الآخرين أشياء كالموسيقى والعلم والفن لدغتها تقضي على الفيل أوه. لم أتمكن من رسمها جيداً طرزان اسمع يا طرزان التقطت نداء استغاثة الآن استغاثة؟ ماذا يعني البروفيسور؟ إنها استغاثة طوارئ أي أن أحداً يصرخ طلباً للنجدة هناك مركب في خطر عند الشاطئ علي إنقاذ بعض البشر آسف أسرع يا طقطق إلى الشاطئ يا إلهي إنه يغرق صدق ما تعتقده بقلبي بحب العائلة ثق بالقلب وبالمصير ليقودكما ليقودكما سترى البشر يصرخون بشكل عجيب جدا هيزل طرزان تساعدني رؤيتك ثانية أتذكر إلينور؟ النجدة مرحبا تذكر غريلي بالتأكيد تساعدني رؤيتك يا طرزان دعني أقدم لك كيف أقول لك إنه زوجك نعم زوجي هنري نعم نعم أهلا كيف حالك؟ والآن بعد أن انتهينا من الترحيب هلا أنقذتنا أخشى أنني لن أستطيع أن أصمد أكثر من سنلمس الماء ثم نسبح إلى الشاطئ لكن هناك مشكلة بسيطة جدا أنا لا أجيد السباحة سعدت بلقائك يا هنري شكرا لا أريد الشاي غرينلي نعم لا نريد أي من سبل الراحة لقد جئنا من أجل المغامرة في الواقع لقد جئت لأشاركك هذه المغامرة يا غرينلي هنري هل هذا صحيح؟ نعم طبعا كما أنني أتطلع إلى إجراء بعض الدراسات عن الزلازل للأسف هنري عالم الجيولوجيا إنه أمر مزعج جدا يدرس الصخور طول اليوم حسنا نعم
لكنني أيضاً أستمتع بهواياتي الأخرى. نعم، يعزف هنري على آلة الأوبوا. إن عزفه رائع. غرينلي، هل ساعدتني في المطبخ؟ يبدو جيداً يا غرينلي. صحيح؟ أعني لكن لماذا أحضرتيه إلى الغابة؟ حسناً، منذ زيارتنا السابقة وإلينور وهيزل تقولاني لي إن هنري... حسناً، كيف أقول لك؟ ضعيف وجبان أيضاً، ولا أعرف ما هي مميزاته. هو بلا شك مرهف الحس. إلينور تقول إن الغابة ستجعله أكثر خشونة وقوة، مثل طرزان. المرأة تتمنى زوجها متعدد المواهب. هل هذا صحيح يا جين؟ نعم بالطبع، لكن يا هيزل علينا أن نحترم الأشخاص كما هم. نحن نحترم هنري كما هو. بالتأكيد، لكن يجب أن يغير شخصيته إلى الأفضل. تريديني الأفضل لي دائما؟ جين، تريدني أن أكون متعدد المواهب. هل علمتني العزف على الأوبوا؟ حسناً، انظر، هذه القطعة العلوية ما هي إلا قصبة، وهي التي يمر منها الهواء ويساعدك تحريك أصابعك على تغيير النغمة. تعني هكذا؟ نعم، هكذا بالفعل، تماماً. طرزان، ربما يمكنك أن تعلم هنري كيف يتأرجح. حدد هدفك، اختر الحبل المناسب، ثم أحكم قبضتك. أحدد الهدف؟ أبحث عن الحبل؟ نعم، أحكم قبضتي و... أنا بخير. عليه أن يتدرب أكثر. إنه عالم جيولوجيا؟ نعم، وعازف أوبوا. أنا أعترض على عدم قبولكن هنري كما هو. يا جين، يا جين، انظري، أنا مصاب بالإكزيما. هل تعرفين معنى هذا؟ ستقع كارثة. ما الذي يقوله يا جين؟ هذه طبيعة طقطق يهلع لأي سبب، إنه طفح بسيط. يجب أن أخبر طرزان. انظرن، سيعاود هنري المحاولة. توكا، أين طرزان؟ أين طرزان؟ إنه مشغول، يعلم هذا الإنسان كيف يسقط من فوق الأشجار. يجب أن أتحدث إليه، أصبت بالإكزيما. أتظن أنه سيرغب في سماع هذا؟ لا، لست تفهمين الأمر، أصاب بالإكزيما قبل وقوع كارثة طبيعية. نحن في انتظار كارثة. أنت محق بالفعل، انظر إلى هذا الرجل. أعتذر عما أصابك اليوم. لا 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 عليك، أنا لا أجيد التأرجح كما لا تجيد أنت توقع الزلازل. هذه وظيفة الآلة؟ نعم، تستشعر أجهزة الاستقبال الكهرومغناطيسية حركة الأرض. أي حركة بسيطة ستسجلها الإبرة. انظر. حسنا، فشل زوجك في المهارات الثلاث. هل نجرب ركوب فيل وحشي إذن؟ فيل؟ يا إلهي، لكننا لن نعثر على فيل وحشي هنا. هل نسيت ما قالته جين عن طقطق عندما يهلع؟ هل أنت متأكدة أن طقطق لا يمانع؟ نعم، يحب نقل البشر. صحيح يا طقطق؟ صحيح، لم لا؟ سنموت جميعا. لكن أنا أشعر بعدم ارتياح، كيف أركب وأنتن لا؟ سنركب في دورنا. أين هي يا إلينور؟ اقتربنا. لا أصدق ما تراه عيني. المامبا السوداء. آه،
لقد نجح الأمر بالفعل. هيا يا هنري هيا. أهنئك يا جرينلي، إن أداءه رائع حقا. نعم أنا مندهشة. لقد أنقذتني مجددا. كيف يمكنني أن أشكرك؟ يمكنك أن تشرح لي أمرا. هل هذا يعني أن زلزالا قد وقع؟ زلزال؟ لم أشعر بأي شيء. حسنا، أغلب الهزات لا نشعر بها، لكن ها هي مسجلة هنا، بيانات رائعة. أخبريه الآن. ما الأمر يا جرينلي؟ ماذا هناك؟ حسنا، اقترحت الفتاتين أن نحضرك إلى هنا كي تكون أكثر قوة، لكن في النهاية يا هنري الفتاتين تقولان إنك حسنا شخص ضعيف وجبان أيضا. هل هذا رأيهما؟ سامحني يا هنري، لكننا نهتم بمصلحة جرينلي. أخبريني يا جرينلي، هل هذا هو رأيك في فعلا؟ هنري حسنا، أعني أريد أن هنري إلى أين تذهب؟ أنا سأرحل، لماذا أهتم أنا بأمرك وأنت لا تهتمين بأمري؟ هنري انتظر، لا تدعيه يذهب يا جرينلي، أنت تهتمين لأمره. لكن هيزل وإلانور ترين، من يهتم برأيهما؟ إنه يخصك أنت لا هما. ماذا أفعل الآن؟ طرزان، أريد أن أودعك قبل أن تقع الكارثة المرتبطة بالإكزيما. هل تذكر ما قلته لك عن إحراج نفسك؟ أسفة يا طرزان. انتظري، أي كارثة يا طاطا؟ ستقع كارثة يا طرزان، أشعر بها منذ الصباح. نعم، أنا أيضا أعتقد أن هناك زلزالا آخر. ليست هزة قوية لحسن الحظ. لم تنتهي بعد. أخيراً أحسنت في توقع الكارثة، لهذا أنصت إليك. نعم، لكن معدتي تؤلمني الآن يا توكا. هيا بنا. ماذا الآن؟ هل الجميع بخير؟ نعم أعتقد هذا تماماً. لنصعد لمكان مرتفع، قد تسبب هذه الهزة موجة جارفة. عندما أصاب بألم في معدتي أعرف أنني يجب أن أذهب إلى مكان مرتفع. موجة جارفة! لا أصدق هذا! انسوا بحياتكم! جرينلي انتظري، لن تهربي منها. طرزان، علينا أن ننقذهم. سأنقذك أولا. أبي؟ أين أبي؟ صورة للموجة الجارفة ستمنحني مكانة عالية في... أسرع يا طرزان! آه.
أتمنى أن يكونوا بخير. توقفنا عن الجري. اصعدنا أعلى الشجرة. هيا هيا. ستنكسر. انظروا هذا النار. اقفز. يا إلهي، أنا بخير الآن. أعتقد أن الخطر زال. جرينلي، إلينور، هازل، يجب أن نعثر عليهم. قد يكونون في خطر. إذا كانوا أحياء. لماذا نضل طريقنا في الغابة دائما مع حلول الظلام وتهاجمنا الحيوانات المفترسة؟ إذا لم نعد قبل حلول الليل سوف يقضى علينا يا جرينلي. لا تخافي، أمسكتك. يا لك من شخص مزعج. لو أن طرزان كان هنا. لقد طفح الكيل. طرزان ليس هنا. جئتن بي إلى هنا كي أكون شجاعاً. حسناً، حان الوقت لأكون شجاعاً. هذه قطعة ملابس من معسكر البروفيسور. يمكننا تعقب أثر الحطام إلى المعسكر. أحسنت يا جرينلي. هيا بنا، هيا جميعاً. أعني ربما التهمتهم الفهود أو سقطوا في حفرة أو جين. قد لا أكون متعدد المواهب، لكني أجيد إنقاذ الآخرين. سأجدهم. طرزان، هل أنت متأكد أن يا إلهي؟ حسناً، أتذكر أننا مررنا على هذه النقطة. أعتقد ذلك. يا إلهي. التشقق دليل على وجود نقطة ضعيفة هناك. حقاً يا هنري، لم أكن أعرف أن الجيولوجيا شيقة. الآن عرفت ما هي مميزات هنري؟ ليست لدي فكرة كيف سنتسلق هذا. أنا أعرف، رأيت طرزان يفعل هذا. يا إلهي، لن أتمكن من الصمود طويلا. إنه يبعد الأبا سامة بالموسيقى. هيا يا إلينور، أسرعي. هل أنت بخير يا إلينور؟ هنري، أنت أنقذت حياتي. لم أكن أعرف أن الأبوة هذه ستنقذني. هيا يا إلينور، هيا. سيحل الظلام وها نحن في المستنقع. انتظروا، توقفوا، لسنا من يصدر هذه الأصوات. تماسيح! هل تجيد مثارعة التماسيح يا هنري؟ لا 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 لا، أعتقد أنني أجيد ذلك. يصارع التماسيح. هل هناك شيء لا يجيده؟ هل الجميع بخير؟ غير ممكن. لقد نجحت. استطعت أن أصارع أصارع التمساح وحدي. لنعد إلى البيت. لا تكوني أسيبي. لا
أشعر بتوتر عندما يهمس البشر هكذا. حسناً. بعد تفكير عميق وصلنا إلى نتيجة أننا كنا مزعجات. لقد أسأنا تقديرك يا هنري، هل سمحتنا؟ هل سمحتني؟ كنت أعرف أنك متعدد المواهب، لكن أنا حسناً لم أعترف بهذا. بالطبع يا عزيزتي، أنا أنا سعيدة لأنني أنا يا عزيزتي أنا آسف لأنني لست متعدد المواهب مثله. طرزان، من الواضح أنني نسيت أن أخبرك كم أنت رجل رائع. تصفر جيداً، تتوقع الزلازل، تصارع التماسيح، تنقذ الجميع. أنت الأكثر موهبة في العالم.